الصفوف الأولى بمدارس الوادي الجديد عمل سلسلة من الزيارات إلى المواقع الأثرية لتعريف الطلاب بأخلاق المصري القديم وغرس القيم النبيلة في نفوس الطلاب للتأكيد على الهوية المصرية. التفاصيل في تقرير الزميل خالد عز الدين. زيارات للمواقع الأثرية نظمتها مدارس الوادي الجديد لطلاب الصفوف الأولى، فعلى جدران المعابد والكنائس والمساجد ترك لنا المصري القديم نقوش ورسوم تحمل معاني أخلاق المصري القديم. إن شاء الله إحنا عاملين النهاردة زيارة لعدد من المدارس من إدارة الخارجية التعليمية لتوثيق وجود قانون ماعت أو قوانين ماعت الـ 42، منها جزئية عن أخلاق المصري القديم على الجدران. ده درس متواجد معانا في الصف الثاني الابتدائي من الفصل الدراسي الثاني، معانا في اللغة العربية، واحنا حبينا ان احنا نطبق الدرس من خلال التفاعلي او الوجود الحاضر داخل معبد هيبس. واتكلمنا برضه عن اخلاقيات المصري القديم، وعرفنا منها طبعا الاخلاقيات دي، عرفنا منها ان بنعمل عمليه ربط بين المنهج، ان ده منهج في الصف الثاني الابتدائي، وعملنا ربط بين مزار لمعبد هيبس، وعرفنا الرب ده ان الاخلاقيات دي لازم تكون الصفات دي موجوده فينا احنا كاخلاقياتنا، زي لم اسرق، لم ازني، لم اكذب، لم الوث ماء نهر النيل. الحاجات دي كلها بنغرزها في الطلبه الصغيرين او الجيل بتاعنا الصغير. فطبعا الحاجات دي، السلوكيات دي، بنعلمها ليهم علشان لما يكبر العيل او التلميذ يبقى مواطن صالح يفيد بلده ويفيد وطنه. الاشياء الجميله اللي موجوده احنا لمسناها اثناء الزياره، ان ابنائنا في الاخر بالفعل ابتدينا نطبق درس المتعدد اللي هو متعدد التخصصات، احد ميزات منظومه التعليم في الصفوف الاولى، اللي هو ابنائنا ابتدوا يرسموا الجدران، ابتدوا بالفعل يكتبوا الجمل، يدرسوا كمان حاجه اسمها اسلوب النفي اللي هي فلم اكذب، لم اسرق، لا بسم الله ما شاء الله. كمان اكتسبوا ووجدوا ان الكلام دوت لما احنا بنربي بيه ابنائنا في البيت وبنسمعهم هذا الكلام، الكلام ده موجود عند المصري القديم. واجمل ما في الموضوع ان بالفعل حتى مع الاستاذ اللي هو كان بيقوم بالشرح من خلال المعبد، ذكر شيء جميل جدا، انه ما فيش حاجه اسمها الفراعنه، انما ذكر المصري القديم، اخلاق المصري القديم، اللغه المصريه القديمه. يبقى إذن كلمة مصر اللي هي الأساس موجودة في جميع الجوانب، فده بيرسخ المواطنة وحب الوطن لدى الطفل الصغير الموجود معنا بالفعل. أنا لم ألوث النهر، أنا لم أقتل رجالا أو نساء، أنا لم أعتدي على أحد، أنا لا أكذب. نعم، تلك بعض المعاني النبيلة التي نقشها المصري القديم على جدران المعابد لتكون بمثابة معاني نبيلة يتوارثها الأبناء من الآباء والأجداد، وهي نفس المناهج والمعاني التي تقوم وزارة التربية والتعليم بتدريسها لطلاب الصفوف الأولى للتأكيد عليها. من الوادي الجديد، خالد عز الدين لقناة طيبة.